السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا فيكم جميعا، كل عام وانتم بخير. معكم أخوكم عبد العزيز أو طرباخ، وكل عام وانتم بخير، عساكم من عوادة. حلقة الطربخة أربعة يا جماعة. كل يوم عيد راح يكون في بث، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم في قناتي في التويتش، تحت تلقاها في الوصف. حياكم الله وإن شاء الله تنبسطون معنا. كليب الفائز بلا منازع رقم 20 اللي كان فيه الرقص إنه العيال. شكرا جدا 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 على كل المشاهدات، وصلنا تقريبا قريب نص مليون مشاهدة. حلقة راحت 50 أو 55 ألف لايك على الحلقة، 17 ألف على اللقطة الفائزة. شكرا من أعماق قلبي على دعمكم الأسطوري. هذه السلسلة بإذن الله راح تستمر وراح تكون كل أسبوعين مثل ما عودناكم. وإذا عندك لقطة ودك تشاركها معنا، تحت رابط ريدت تدخل على ريدت تحط مشاركتك وإن شاء الله نشوفها. إذا حاب تصوت للكيبات اللي بتوقع أنها تفوز أو تشوفها في هذه الحلقة، راح تشوف في رقم على الشاشة تحت هنا في الزاوية اللي تحت، وراح تشوف في كومنتات في تعليقات كل تعليق بكليب حقه. كل عليك تسوي لايك على التعليق وتعتبر انك صوت. ما نطول حكي، خلينا نروح بسرعه على الكليبات. اتحداك. متخلف شوي بس فرحة فوز، احتفالية للفوز يا جماعة. خايزة خايزة يا سامج. لعبتهم ما تخوف، لعبتهم فكرتهم يقولون اسمع، حنا بنخوفك وبنعلمك قبل ما نخوفك، فأنت ما تنخرش. خلاص تقول أوكي، متى بخاف؟ أوه أنت خوفتوني، أوكي طيب كذا. هذه فكرة لعبتهم. شفتوا وجهي؟ خافين جنية صح؟ خلاص 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 ما خفت يا جماعة. والله اتخضيت، انا اسف، اسحب كلامي يا جماعه. الفرس والله بيرفكت يا اخي، هذه العقول اللي تفكر يا جماعه. اخرج خارج الصندوق، صندوق. اخترع ميم من عندك يمين بالله. هذا اشكر ام على الميم. صراحة ترى يتطور في الحياة، إذا كان بزر يكون يعني بزر. إذا كبر يفهم من هذا اللي كان يسويه غلط. طلع ولد ولد بيا 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 بيا. تحدي في البث، كان تحدي في البث من تويتش، تحدي في البث كان شباب. أهم شيء يوم قال حرمه ما تنشر يعني. في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إنه جاب العيد. تقلد صوت بنت. يوم دخلت عليه ببارتي تكلم صوت ولد، هنا وجهي جبت العيد. يا اخوي هذا ايش؟ تراي هارد يعني ان افعل المستحيل لتصل لفلوس. لا غلط، طولت في المرحله شباب، طبيعي اني بحتفل. حيوان احلى شيء. شوف ايش حاط هنا تحت، دقيق شباب، هنا تحت كاتب طرب، هذا كود شوب حق الفورتنايت، يوديك سكنات، استخدم كود طرب. بالصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. قصونا بعد في كل حلقة غلط، غيروا غيروا شباب، مو بكل مرة نرقص كذا.
لكن راعي سنابر ماذا يفعل؟ ما ابي الجزمي ليه الزلف؟ تعال تعال ليه الزلف؟ ليه ليه؟ الله يخرج عدوك زين. ما ادري اضحك ولا نصيحه ولا شو اسوي على هذا الفيديو ذا؟ وش اسوي جد؟ علموني. اتوقع تهاوش معه هذا الحل الاخير. هلا لذا الفيديو القطوة اللي خلاص حللت امه غيره. فاهمين غلط كذا يحلق. سيسفين يقول ابي قرد ورد عليه طرباخ منشن ياسر قلت يبيك خشب ياسر. زلزال لوش جمب قم قم ارقص ارقص قم ارقص قم ارقص قم ارقص والله ما ارقص. طرباخ من الناس اللي حبيبي الله يسعدك. وياهم بدينا في اليوتيوب نفس الوقت تقريبا ما ادري متى من بدا اول. احسن احسن منه طبعا. هو نوب غبي ما يعرف يلعب كل شيء وما مش كويس ولا اي شيء. انا احسن واحد في العالم طبعا بس هو يجي كذا من المراكز اللي بعدي. خير القم 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 القم. طرباخ في الرقص لا اله الا الله. طرباخ هو صغير ايوه طيب. حلو حلو حبيت حبيت. انا بعد ما اسب اخوي 10,000 سبه ويقول لامي شوفيه سبني. حلو تركيبها تركيبها بالمكان الصحيح. الله 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 يا امو الميطة. يا اخي يا اخي هو قال الله 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 انا كملت. لا ما تحطون وجه بريكنج باد يا جماعة. اي محمد سي ماي نيم. كأنك سبيتني. Huh? I'm the man who killed Gus Fring. You're goddamn right. هم يرقصي ترى ولدهم طيار. شغل امهات بعروس. اوكي تعليقك جامد تعليقك على اللقطه جامد. رجل شوف يا داموري يو يا مين بالله غدربض ضعيف قاعد يناظر ما دار الا كف وجائي برجله يو الله لا يحطني مكانه يا مين بالله يسطر على عينه. نتعلم هذه حركه يا شباب بسويها بسويها اوريك ان شاء الله بسويها ان شاء الله. باب اليوم انا فطور شوف بسم الله الجيم ماثيو يو يو يا اخي يا اخي الواحد عادي يمدح نفسه ما تفلون علي ليه تحطوني حيوانات ليه ابي افهم ما في ميم الا تحطوني حيوان فيه معك الكلب قاعد ادرب اخوي الاسطوره كلب صغير كلب ايش اسمه كلب يا اخي اسمعوا شخصيتي كلب سكين كلب اسمع سكين كلب ما قلت تحطني كلب كلب صدقي سكين كلب خلاص
يمين بلا سددت له.